أخبار عن نادي الزمالك برضو في اتجاه داخل نادي الزمالك لإعادة الكونغولي كاسونجو مهاجم الفريق، واللي عنده مشكلة مع نادي الوداد المغربي استغنى عنه، وكان رايح طبعا إعارة ولم يتم قيده مع الوداد المغربي. واعتقد ان الزمالك محتاج كاسونجو لانه ما عندوش بدايل تانية، يعني الزمالك ما عندوش بدايل، خالد بوطيب في التلاجة يعني، عمالين ينفخوا فيه ما بيجيبش حاجة خالص، ما بيطلعش قماش يعني. مش فاهم ايه الصبر على خالد بوطيب يعني. خالد بوطيب لعيب كبير وشارك في الاولمبياد، ماشي يا عم على دماغنا من فوق، مفيش حاجة خالص، ولا تعرف له مركز حتى لما بينزل. فالزمالك محتاج كاسونجو على الأقل بيضيع بس بيجيب، ما أزارو برضه بيضيع 30 جون وبيجيب جونين يعني، عادي بس بيجيب جوان.